خلاف كي أوركا نفقو أهل بلياش مجال ده بورما يا مامل كدولة ده هوسة بورما أي مانتا لصاف تري كلام بلارنا أو ماير كمجال ده بورما يحبنا كثير سنة قلها هدجان كو أيلا يشان أوركا نفقو أي لقو قبتي مسكرة حافظ أحمد جوري أي مجال ده بورما قدوميها قلها هدجان كي دقمة ده بورما عبد الرحمن شلب له او arrimaha si lagu soo afjareeyay khilaafkaasi ayaa sheegay waxa weeye walaal waxba isku diidanayno illa idin dibana ma jicin qof aan garaabin walaal oo garaabay Soomaalida jiray tabashadiinana inaan ka tago ma jicin deeso inaynu aynu isku soo dhawaano oo aynu tanaasul samayno oo ama idigu tanaasushin ama idigu ay tanaasulaan دنك كلا حبنا كثير سن أورك أن فوق أهل بلياش أورج يدمر سجودا أي يجونا كم ركع إن خلاف كاسي لصاف ترى إسلام كاسينا هوشي دلتان كا أي مالين تسبت دا أي كبلا بدونان كوان كأسب وجه كوسك وجاري ولا هدجان لعرت الله ينوش شيء واسدي دخن شن يلا بعطكم شن يصدقون له الدنيا هدجان كاي لقد داعي لعك دمي وحنا وعي وحنا كل هذا ما قادمي وحنا كلية عن حيد كهاد لنا عن دون إن أنت بلو نوقي ورا نقطة نف كهاد قابلنا أسرقا دنك كلا قدومي كوعان كقول هدجان كيد دقمة بورا ما مو من جديد عمر أي فافاهن كبحية سلا أي وجهو الجلان خلافات كا دنا عدل كا إيد دوينا صور كلا دحجلا لكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي تتعلق بها المسلمين في 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 وعافي تي في قرنك الصومالي الآن بورما.